كوكو الغزالات، صباح النور، صباح الخير عليكم. مهم من قلب الحدث، انا هاد الجمله خصني نبقى نقولها لكم يوميا. عصورة ظهري، او ماي جاد، الهلا يوريكم. المهم هنا البنات، لقيت دخلت الكوزينه، لقيت اختي جابت هاد الحوت غادي نستعمله للفطور. كالامار هكا راه مقطع رونديلات ومصايب، غادي غير نعاود نغسلو. ما عارفين ضروري تعاودوا تغسلوا داكشي، كيكون غسل ولكن ضروري كتعاودي. وصافي هنا مباشره كنديرو في الصفايا. ودرت عندي بطاطا حلوه بوتيتوس، يعني نديرها سويت بوتيتوس. اوكي، ندير فيها الملح، البزار، بودره الثوم، بودره البصل، شويه زيت زيتون، وغادي نخليها هكا في هذيك التتبيله. هذه راه بطاطا حلوه، بغيتو ديروا بطاطا عاديه ديروها، غير هي حيت اختي بغاتها صحيه، زعما قالت لك بخرا ما كناكلهاش. وصافي من هنا من بعد غادي ناخذ البطاطا اللي غادي نستف فيها البطاطا، غندير فيها شويه ديال الزيت، وغادي نبدا نحط البطاطا هكا بهذا الشكل. عاد توجد زوينه البنات، الصراحه درت غير جوج، قلت غير اختي اللي غتاخذها، جات زوينه. هنا غادي نوجد معكم هذا الشيء اللي غادي ندير، ولكن ما غندخلوش الفران، غنحط كل شيء تيخرب الاذان ديك السته هكا، عاد كنبدا ندخل الفران باش ما نتدعقش، باش يطيب كل حاجه على مهل، طيب تحمر على مزيان. كيف كتشوفوا راه كندير داكشي خضر، ما كنسلقو ما والو. اوكي، ف هنا كانت حدايا ماما دايره الباربا، ولا ما عرفت شنو كان داير، ولا ما عرفت الحريره. ويلي صدعتني الكوكوت، داكشي علاش ما كنقدرش بعد مره نشارك معكم فيديو، خاصني نحط عليه الصوت من بعد في المونتاج، عاد نحط الصوت. وراني طفيت هذيك الصفاره وبقات تزوق عليا. ويلي ويلي ويلي. المهم بنات، انا كيف كتشوفوا بعد ما استفت البطاطا بالطريقه هذه، غادي نخليها على جنب وغادي ندوز نصاوب معكم الشرموله اللي غادي نديروا فيها الكريفات. بغينا نبدلو، يعني كيف قلت لكم كنحاول نبدلو. هنا المطيشه راه كيف كتشوفوها واجده، درنا يعني محكوكه وداكشي، درت البزار، ملحه، باربريكا، شويه الكمون، زيت زيتون. كمون ما درتوش هنايا الصراحه، لان دايره الكريفيت، قلت خفتو ما كيعجبنيش داكشي في يخص المذاق، كاين بغي غير بعد مرات البزار والملحه والثومه راه كافيين. الثومه راه درت الثومه طريه. هنا غادي نزيد واحد مكعبات صغيره ديال هذيك الطوماط المعلبه، شوفوا الفكره شحال زوينه، كتجي كتسهله، كتجبديها كتلوحيها. غادي نضيف ورق سدنا موسى، غادي نحركهم نخليها حتى تعتقد شويه، وغنطفي عليها. غادي نضيف المعدنوس وداكشي ونخليها حتى يقرب الفطور، عاد غادي نضيف الكريفات، لان الكريفات راكم عارفينه، واخا هذا داك الكريفات الكريكي كبير شويه، كياخذ شويه ماشي بزاف، ما حتى هو راه كيطيب دغيا. هنا صافي راني، المهم شوفوا راني ما تنجيبش الرينغ لايت حيت خصني نبقى نهزها وحطها وحولها لهاد الجهه، فقبلوا على الاضاءه. هنا غندوز نصايب واحد السلطه سهله، صراحه طلعت لي في راسي ديك كنبغي نبدل. راه قلت لكم انا ما تنبغيش نبقى التكرار وداك نفس الروتين، نفس الاكل اللي ناكلو كل نهار، يعني واخا كناكلو السلطات ما كنحاول كل نهار ناكلها في طريقه مختلفه. فدرت الباربا ودرت هذيك مطيشه وخيار بوحديتهم. هنا خديت القرعه تاعي هكا شيطه، درتها هكا دي ترونش، والكالامار، درت البزار، الملحه، بودره الثوم، بودره البصل، وطبعا هنايا غادي ندير زيت زيتون على القرعه، وغادي ندخلها الكالامار، درت عليه شويه السودانيه. اوكي، القرعه غادي نستفها في لاطا اللي غادي تدخل فيه الفرن، نخليها حدا البطاطا، والكالامار غادي نقليوه. ما لقيناش لي شي حل باش ندخلوه الفرن. نوريكم الطريقه كيفاش قليتو بلا ديك رقدو في الحليب ساعه، خليه في الحليب ساعه وتسناه ينشف ويتسقطر مباشره. غسلتو خليتو يتسقطر، درت له ديك التتبيله، هنا رخويتو في هذيك غير باش نحركها مزيان، ما بغاتش تحرك لي في الشبكه، قلت اجي نحركها مزيان ونرجعها تسقطر. مهم انتم تبعوا معايا في الاخر كيفاش غنقليه. انا نوريكم ساهل بلا ما ترقدوا لا في حليب لا والو، راه كيبقى طري، عاد تعرفي طيبيه يبقى طري. هنا القرعه راه غادي نخلطها تاهي ديك التتبيله بحال هكا، وغادي نستفها في الصينيه اللي دائما كندير ورق الطبخ، كيجيني اولا ساهل، كنسالي كنلوحو كنغسل هذوك دغيا كيكونوا نقيين وصافي، يعني ما كتلصق لك ما كتصدعي راسك ما والو. هادو بحال شيبس خضار، بحال دوك اللي كانت جابت اختي من امريكا شحال هادي، قلت لكم شيبس وجربتها معكم بالباربا. اليوم القرعه جاتني جات بحالها، الا قطعتها يا اخويا رقيقه تجيكم بحال هكاك. ايوا المهم دابا كلشي واجد عندي، حطيته تماك حتى يقرب الوقت عاد ندخلو الفران. هنا الكريفيت راه نقاتو ماما حيدت له القشره، درتو في هذيك التتبيله ديال الثومه والمعدنوس وزيت زيتون وملحه وبزار، وغنضيف له قله شويه ديال السودانيه ونخليه في هذيك التتبيله،
والمارينات هي غندوز ندير ليها حتى هي نفس التتبيله، شويه الملحان شويه البزار شويه البودره ديال الثوم بودره ديال البصل، نحركها وغادي نديرها في الدقيق، غندخلها الفرن ما غنقليوهاش. مول فين كندخلو الكوتر ديالها وكنقليو حنا ديالنا، اليوم غادي ندخل كلشي الفرن، غيبقى لنا غير الكالمار اللي غيتقلى. بالنسبه للخلطه ديال الدقيق ما كنديروش الدقيق الابيض، كيبقى صحي لان اختي كيف ما قلت لكم ما كتاكلوش، فكنديروا دقيق القمح مع دقيق الفينو مع شويه الملحه شويه البزار شويه بابريكا شويه بودره ديال الثوم بودره ديال البصل، وخلطوا خلطوا شويه السودانيه وخلطوا داكشي. هذه الطريقه اللي درتوها في الدقيق اللي كديروا في الحوت، يعني ملي تبغوا ديروا السمك في الحوت او لا هكا ديروا ليها التتبيله، واستعملوا دقيق الذره دقيق الفينو دقيق القمح، اي دقيق راه كيجي خطير بحالو بحال الدقيق الابيض وحسن كاع، كيجي كريسبي كيجي فيه بحال واحد التقرميشه بحال دايره لا شابليور، فهمتوا؟ انتما غتشوفوا فاش غادي نقلي الكاليمار كيفاش غادي يبان. صافي هنا حركت هذوك العناصر، هنا زدت شويه بودره ديال الثوم وبودره البصل حيت على حسب الكميه اللي دايرين ديال الدقيق، كنحركها هكا وهي واجده كلشي واجد. دابا غادي نبدا ندخل داكشي الفرن لان قرب الفطور، درت شويه زيت زيتون هكا على داكشي من الفوق وغادي ندخلهم الفران، وغندوز ندير هذيك المرنه حتى باش نستفها في اللاطا اللي غتدخل الفرن. الفران البنات انا راه كنبقى حداه، راه كنكون في الكوزينه كنخليه يسخن مزيان، من بعد كنهبطو ل 200 280، يعني كنبقى حداه مره مره كنراقب لي خاصها تطلع الفوق لي خاصها تهبط وهكذا. هنا هذيك البابي كويسون خديتو درت فيه شويه رشه زيت، خديت المرنه كندوزها في الدقيق كيف كتشوفوا، كنعاود نهزها كنسوسها كنحطها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، ونوريكم الشكل ديالها قبل ما ندخلها الفران. هنا الغزاله ديالي كيف كتشوفوا بديت كندير شويه المعدنوس على ديك المطيشه والخيار، وحركت الباربه درت ليها الزيت العود زيت زيتون شويه الملح شويه الفلفل الاسود. الصلصه ديال المطيشه ما كنديرش فيها القمح حتى كتقرب تحط باش ما كتخسرش الدبال. هنا صافي راه ادن، حطيت هذاك الكريفيت هكا بلا ناخذو حنا المسمن وهذا البغرير ولا ما عرفتش شنو كان دايرين. هنا درت هذاك الكريفيت هكا باش يطيب، اون فوا غادي يبان لي بدا كيدخلوا طياب غنطفي عليه لان الصوص راه واجده كلشي واجد، جات خطيره هذيك الصلصه مع هاد الكريفيت جات بنينه، وخا صراحه هاد الكريفيت كليناه بزز. ايوا هنا في البنات في نفس الوقت غادي ناخد داك الكالامار غنحطو في هذا الدقيق، شوفوا معايا الطريقه وركزوا معايا مزيان. هنا حطيته وغنحركو باش يدخلوا داك الدقيق مزيان، وبلا يجي سخون يسخن الزيت يكون هو تلبس بهذاك الدقيق مزيان، غنرمي فيه وراه ما غيتفرقعش بزاف، غيتفرقع غير واحد شويه وحده ولا جوج ملي كنجي نقلبها، جو بونس كتكون هذيك الفرشاة اللي كنت حاطه حد يكون فيها الماء ولا شي حاجه، صراحه ما تفرقعش ليا بزاف. المهم الطريقه هذه عجبتني صراحه، احسن من ديك رقديه وخليه. وهنا كنجيب بابا هاد الملاوي درتهم في الفران يسخنوا، شاعله شاعله الفران درتهم يسخنوا تماك، والبطاطا ها هي الحلوه وجدات، شوفوا كيفاش جا المنظر ديالها، ومازال راه ما خليتهاش ما تقول خليتها غتجي كريسبي اكثر، يعني فهمتوا ما التحميرة والمذاق راه جات بنينه، غير هو كتبغي شي صوص كان خاصني نحطها مع شي صوص ما ساليتش باش نصيبها. المهم حطوها مع مايونيز مع اللي بغيتو، وما نقولش لكم صحيه هي كتبقى احسن. هنا الزيت صافي هو راه بدا كيسخن عندي، الزيت اللي كندير كنرمي فيه شويه الملحه باش يجيني بنين كلشي. هنا صافي راه بديت كنقلي، راه صافي ادان وكلينا ونوت كنقلي عيت قلت لماما نقليوه ونخليوه وخفناه يقصح يولي، راكم عارفين كريفيت هذا الكالامار دغيا كيولي كيبرد كيولي بحال الكاوتشو، وسورتو عطيتوه طيب بزاف، فحاولوا ديما ما تكثروش ليه الطياب راه هو كيطيب دغيا
الا خليته طاب بزاف كيقصح كيولي كي الاستيك بحال الكاوتشو كيولي. المهم هذاك كالامار ماشي سيمبيا، غتشوفوها نتوما فاش قليتو، غادي نوريكم واحد فاش غناكلها. استمرت نفس الطريقه الا هذا خلعوني اللي كنزيدو في السندويش ربعه. او ماي جاد، دابا غادي نفرقع بلاتي انا نجيب واحد الساعه تفاتي لكم شويه الفران شي بابا نهرب. انا نجيب لكم مد بالضحك، قلت لهم بلاتي نجيب لكم الخبز راه في الفران كيسخن شويه، حيت جابوا بابا كيجيني ما كيكونش طيبين ومزيان. قلت لهم غنهرب دابا خلوها تنفجر على راحتها. يا ماما المهم هنا كيف كتشوفوا صافي راه حطيت كلشي، بقات غير المرنه والخبز والكالمار حيت كان كتير كنقلي فيه النص بالنص وصافي. كان هذا هو الشكل ديال الطبله ديالنا اولا الفطور اللي درنا فيه كلشي صحي تقريبا. كنتمنى الفكره تعجبكم، نتمنى تخليوا لايك كومنت وجربوا الطريقه هذه. شوفوا انا غندوق معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتبان طريه، راه شوفوا كريسبي من برا وطري من الداخل. راه غير تعرفوا طيبوا كيف الحاجه، كنقول لهم ديما تعرفوا طيبوها كتجي هي هذيك. شوفوا المرنه غادي نوريها لكم حتى هي كيفاش جات في الفران، راه بحال مقليه الصراحه. قالت لي اختي، قالت لي راه كتبغوا تعذبوا راسكم تبقاو واقفين، راه كتجي بحال. قلت لها راه انا اللي تنعرف نطيب، انا اللي واعره. قلت لها حيت انا بروفيسيونال في الطياب ديال داكشي كنعرف كيفاش نكرملها ونخليها على راحتها كطيب وفي نفس الوقت ما تقصحش وتنشف. وشمتوني يعني عينكم ميزانكم ديما تبقاو مراقبين داكشي كامل وصافي. يلا نخليكم هنايا، باي باي، تهلاو في راسكم، صحه فطوركم. حنا شويه قليان ولا معمر؟ ما عليك ما تشوفش انا مقليان، قليان احسن من لا كلامر ما غاديش يدير.